السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ تحياتي ليكم. زي ما انتم كده شايفين من انواع الفيديو النهاردة هنطلع نلعب مع الكلاب شوية. جبت لهم كورة عملتها لهم تمام، وجبت لهم تلج الافراح ده، قلنا نجربه معاهم كده، ايه نفرفشهم كده. كان الجو حر النهاردة وحميتهم لما كانت الشمس طالعة وفرفشتهم، سبرت شوية عليهم وقلت بقى ايه اطلع العب معاهم بالكورة. الكرة دي هعملها في البيت، اللي عايز يعرف الطريقة يقول لي اعمل له فيديو مخصوص اوري له الكرة بتتعمل ازاي اللي يلعب بيها الكلب بتاعه، بس يكتب لي في تعليق يقول لي انا عايز الطريقة تمام. وجبت لهم تلج الافراح ده، نشوف رد فعلهم كده ايه وشكلهم عامل ازاي ونلعب معاهم بيه. يلا بينا. ديفا فين؟ ديفا يلا 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 ديفا. بص 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 اخويا بيل، تعال 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 يلا بيل بيل عادي يلحس ديفا، كل همه ان هو يلحس ديفا. بيل بص 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 يا بيل، خد تعالى يا بيل، هات الكرة وتعالى، هات 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 يا بيل، تعال يلا. هما رد فعلهم يا جماعة خايفين من التلج. طبعا انا بهدلت بس عامل حساب ان انا ايه العب معاهم. خد تعالى يا بيل، تعال تعال تعال. ديفا عاملة ايه؟ تعالى يا بيل، تعال تعال بيل. بيل يلا 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 بيل. هما مستغربين وخايفين شوية. خايفين شوية من التلج ده. فهو تقريبا اللي مخليهم ما بيلعبوش بالكورة، عشان مش عارفين ايه اللي يعني ايه اللي عليهم ده. خد 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 خد. ديفا تعال. تعال. تعال يا ديفا. تعال هو بيل بيلعب شويه عن ديفا، لكن ديفا لا، ديفا خايفه. اول مره تشوف ده، لو جربته مره تانية معاهم بقى. بيل تعال 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 يلا ايه ده؟ بل تقريبا برضو الحر عامل معاهم ايه؟ يعني مفردهم شوية، مبطئهم شوية. بل تعال يلا يلا بل 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 تعال يلا بيل يلا. مش هعمل اي حاجه معاه. هما بس ايه بهدلوا على الفاضي. بس طبعا هو تلج الافراح ده ما فيهوش ضرر، خفيف عامل زي الهواء، يعتبر بيروح على طول. بيل ديفا يلا اخويا بيل يلا بيل يلا هات هات يا بيل هات هات
هاتيها يا ديف، تعالي هاتيها. يلا 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 يلا. هما بصوا يا جماعة، التلج الأفراح ده يعني ايه، حسسهم بالخوف شوية، حسسهم ان انا بحدف عليهم حاجة، فهم لحد دلوقتي مستغربين، حتى بيبصوا له مش عارفين ايه ده اللي بيجي عليهم ده. فالتجربة كده زي ما انتوا شفتوا يعني ايه، عرفنا رد الفعل ان تلج الافراح دوت اما بيترش عليهم بيخليهم مستغربين شوية. بصوا عاملين ازاي، هما ريحته مش وحشة، جميل يعني، اكيد ناس كتير جربته وعارفه، ومالوش اي اضرار، بس الكلاب يعني مش فاهمين ده ايه، قاعدين مستغربين، شايف ان هما في حالة استغراب. مع في نفس الوقت ان الجو دلوقتي تقريبا برضه عشان الحر، الجو حر، فهو اللي عامل معاهم كده. طبعا انا ايه، هصبر شوية كمان وهلاعبهم، لان النهاردة انا عامله يوم ايه ترفيهي ليهم وكده، والعبهم بالكرة وكده، وهجيب لهم الحبل اللي بيشدوه ده، بس كده هضطر استنى لايه، لما الجو يبقى حلو واعمل معاهم فيديو تاني يكون كده ايه فكرته برضو حلوة، وهصوره باذن الله. يا اما لو ما عرفتش اصور فيديو هيكون بسبب ان هم مفرهدين من الحر مش اكتر يعني، لان هو كده من الواضح ان هم حرانين. ده اللي بيغير وبيقعد يلعب بقى، بصوا اول ما بقى ايه، اول ما بقرب عند دي، يلا يا بنت دي بقى. يا رب تكون التجربة النهاردة ايه عجبتكم او سلبكم شوية، لان فكرة الفيديو النهاردة ان احنا بس كنا عايزين ايه نعمل فكرة ترفيهية كلعبة مش اكتر يعني، النهاردة الفكرة ترفيهية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وممكن لو عندك كلب لذيذ او كده والجو حلو عندك، ممكن تجرب الفكرة دي معاه وتجرب تشوفه هيلعب معاك ولا لا، ممكن تبقى حلوة جدا. بس هما مش ظاهر بين اللي بصوا مفرهد ازاي، بينهج جامد، وديفا برضه، هو ده السبب يعني. جرب بالاخص اللي عنده كلاب جريفون، متهيألي دي هتبقى جميله جدا معاه، وان شاء الله الفكره تبقى حلوه. يا ريت تشتركوا في القناه بتاعتنا يا جماعه، وتفعلوا زر الجرس، وتحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.